وفي أول تطبيق لقانون الخدمة المدنية بالبحر الأحمر، طالبت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة مديري المديريات ورؤساء الوحدات الخدمية ومجالس المدن بالالتزام بإنهاء خدمة العاملين غير اللائقين صحيا بسبب الإدمان، تطبيقا للائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء لقانون الخدمة المدنية بقرار من المجلس الطبي المتخصص. وكل ما يجي ذكر، يعني كلما أتى ذكر قانون الخدمة المدنية نرجع نقول الأمل البعيد الذي نتمنى أن يصبح قريبا بهذا القانون، فكرة حل الأزمات الإدارية المستعصية في مصر. والله بصوا، أنت بتقرأ الخبر ده رغم كل السلبيات اللي قلناها في القانون ده، في حاجات إيجابية لو تم تطبيقه كويس. أنا أول واحد أيده وأطلع أيده، وكل خبر أكتبه أبرزه في الصفحة الأولى وكمان أو في الأخيرة. ليه؟ دي حاجة إيجابية. وتكلمي الخبر جاي، يعني زميلنا محمد ساسر اللي انا جايب الخبر ده وكان مصر عليه امبارح والنهارده، لانه في حته كويسه تتكلمي على الغردقه، وده يعني واحد مدمن يبقى في شارع الغردقه ولا ليه، ولا في شرم الشيخ ولا ليه، اعتقد ان هو ده ولا في اي حته، بس يعني الاولى ان ياتي من منطقه زي دي بتطبق. خلي بالك احنا في زي ما احنا بنقول كريمه المجتمع، في مدن كده عليها العين ولسه يعني محافظين عليها، زي الغردقه، زي شرم الشيخ، زي مدن جنوب سيناء بشكل عام، زي اسوان والاقصر، المفروض نحافظ عليها رغم يعني ازمات السياحه فيها، نحافظ عليه. فان تاتي هذه الدعوه من الغردقه اتمنى ان تستمر وتعم وان يتم تعميمها، ونتابع الخبر ده على طول.